السلام عليكم، اسمه محصومة قاسم، عيشتنا هنا بالمعمل ظليمة، يعني رواتب ماكو، تشتغل الملاك يعطيك فلوس، ما تشتغل ما يعطيك. أنا أخوت اثنين وأخوات اثنين، وبطلع عن المدرسة لقيت حالتنا هاي، مصرف ما عندنا، وهاي حالتنا من الديوانية ما حفظتنا والله. وجينا لجاي نشتغل بالمعمل هذا بلكد نحصل لنا خبزة. هذا معمل الكوت، احنا جينا من الديوانية الواسط، صار لنا تقريبا سنتين هنا نشتغل بهالمعمل. والله شو اقول لك عمي، تغبش ب 12 بالعشرة لا تحل، يعني ظليمة هالشغل هنا. 12 بالليل؟ 12 بالليل حد يا ساعة طبعا. العشرة الصبح نحل احنا، يعني على هاي الحالة. عندي اخوان اثنين يشتغلون هنا ياسر شنو؟ لا واحد هنا يشتغل واحد غاد بالمدرسة. يعني واحد طالب يعني؟ ايه. زين اجور ايش قد تتقابلون هنا؟ اجور؟ ماكو اجور هنا. ماكو لا اجور ولا دفع. حاليا سكنكم وين هنا بالعمل؟ هنا بالمعمل. قريب؟ اي قريب. موفرنا الملاك بيوت، يعني كل خميس هو خمس دق 50 قصة يعطينا فلوس. كل خميس يعطينا مصرف، احنا المعيبي ثاني يومي اسبوعي 100، هو هاي 100 اسبوعي، ثاني واختي بعد وحده. احنا ناخذ اسبوع 100، اما يوم اسبوع نحصل اسبوع لا. احنا ورا التفريغ ياكو ورا شاعو لاكو شعاله حصل فلوس، ماكو ما والله ما نحصل. يعني اذا غير هذا المعمل ما لقيت فرص عمل مثل المعمل، وين تتجه؟ هو هم نمشي المعمل ثاني. هم مات على هاي الحالة. زين شلون تشوفين التعب العمل على النساء؟ تعب ضيم، يعني تغبش ب 12 هذا الكسير والتراب وهاي ضيم، يعني شو اقول لك؟ هم صارت في البدء ايام تعب ارهاق. اي اي انا البارحة ما طلعت. شنو السبب؟ تمرضت وما طلعت. تواجهين صعوبات؟ اي مثل ايش؟ صعوبات، تتمرض ترد لأهلك، يجي يوم نقص عمل ما تطلع، ترد للبيت لغاية قاعد وساكت، يوميتك تنقطع. ماكو يومية؟ ماكو يومية. زين مشاكل هم تصير وياك في العمل ويا العمال؟ اي هواي مشاكل، مرات يتعاركون ونرد للبيت لغاية هاي يوميتك ما يحسب هالملاك لك، انه بيقطع الخميس من عندك يعطيك نص اسبوع نص اسبوع لا. زين في فصل الصيف شلون يكون العمل بجو حار وانتم بمعمل وهم جو حار داخل المعمل والشمس حاره بالصيف، شلون عليكم؟ احكي لنا ايام الصيف. نشتغلها شو نسوي؟ مجبورين نريد نكمل خبزتنا شو نسوي؟ يعني تمشي لغايه لبيتك بالحمزه يقطعك الجوع، ترد هنا تستحمل الضيم هنا. زين بالشتا شلون اليه العمل؟ بالشتا البرد كاتلك، هم تروح للبيت هم لغايه يقطعك الجوع، ترد لجاي تستحمل الضيم على موت خبزتك. زين ايام المطر الهاي ماكو شغل؟ لا نرد للبيت ما نشتغل. ماكو يوميه؟ ماكو يوميه. احنا وجيراننا فاتحين بيت واحد سوي. هنا بهاي المنازل اللي يسكنون بها؟ والله المنازل لا ما تسوي، هسه احنا مسوي لنا صاله بانينها احنا بدينا. والله لا مطرت الدنيا تخر علينا. يا غراض ما تظل يا كل شيء نخر يعني نفيض. ذيك المرة انحصرنا ركن واحد يعني. شو نسوي بعد؟ زين شنو العمل المخصص لك هنا؟ شنو الدور اللي تقومين به؟ تعباء. تعباء وين بعد معرف عملية الحرق لو قبل الحرق؟ لا قبل الحرق.
أنا وسلمان وجينا على مود خبزتنا. إحنا من أهل الديوانية ساكنين بالحمزة وجينا للمعمل لهنا. إحنا نشتغل لا أكل نفوط وإحنا نعمة الله نشتغل، وكون ما يقعد المعمل إحنا نشتغل، ماكو لا نقعد ما نحصل. إحنا ما الماي موفرين، البيوت موفرين هنا، نعمة الله هنا مو أقول لك مثل ماي ما موفرين، ماي موفرين أتشي موفرين. بس احنا لا نقطع النفط، احنا شغلتنا شوي تتعب. شلون ينقطع النفط؟ النفط مثلا ماكو نفط، نفط الاسود ماكو. احنا لا قعدنا هاي ما عندنا فلوس، ما عندنا منين نجيب لنا الملات. يعني مرات المشتقات النفطيه اي اي من يكون نفط ماكو يدعمون المعامل؟ ما اقول لك ما ادري ايش يعني احنا اي 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 ما اي ما نحصل. احنا لا صار توقف المعامل، مثل النفط ماكو، مثل الغاز ماكو، احنا شوي شغلتنا توقف. ولا هلا نعمة الله قلت لك نحصله. زين شنو نسوي اللي خلاك تجي من الديوانيه من الحمزه الى ماكو ماكو لا معيشه ولا ها؟ ماكو اي ماكو ماكو لا معامل، لا لا اكو معامل، بس احنا ورا الماده الهوايه، ورا الماده الهوايه نجي ودي شويه تحصل هنا ورا الوادم الزينه يعطونك هنا مثل قد شغلك، ما يقصرون عنك الاسلام. بس احنا تشين بطلنا بناتنا من المدرسه وجينا لها المعيشه، بنات بطلناها، الولد بطلناهم، علموا لا رواتب لا كل شيء ماكو. اشتغلنا هنا وياك؟ اي والله اشتغلنا، بطلنا من المدرسه وجينا اشتغلنا هنا. زين ايش قد هنا اجوركم؟ ايش قد طاضين؟ هنا؟ نظل احنا سنين، مو اقول لك مثل ايش؟ اجور ايش قد؟ عطاء ايش قد لك اجور؟ 500 300 400 اسبوعيه هاي؟ اي لا اسبوعيه. اسبوعيا مثل انا وعائلتي، مثل مو انا وكل مثل عائلتي كلها. اي مو وحدي، مو وحدي. شلون شفتي العمل او شنو الاليه اللي جاي تمارسينها هنا بالمعمل؟ للوادم زينه، معمل عائلته زينه المعمل، وجينا هنا ضلينا على شغلنا نشتغل. العمل المخصص لك الدور إيه؟ شنو اللي تعملين به؟ اعمل به هذا تكرم الطاري، شو نشتغل به؟ قبل الحرق لو بعد الحرق؟ ها؟ لا قبل الحرق. قبل الحرق انا طبيب هاي دور تجي عمال غير تحرقه. هاي شنو تصفيط ال احنا اي تصفيط الطابوق اي بالعربان. زين كم رابطه باليوم تخلصون او رابطه قد تكون؟ مو رابطه، خيوط. خيوط مثلا نضال باليوم نشيل اربع خيوط خمسه خيوط ورا طول الرابطه. زين الخيط ايش قد؟ كم طابوقه؟ الطابوقه ما مثل الف طابوقه، الف طابوقه اكثر ما هاي بال الطابوقه. زين هسه حاليا وين تسكنون؟ كيف تصلون الى المعمل؟ بالبيوت. بيوت وين؟ بيوتنا هاي مسوي لنا بيوت وكهرباء جاري لنا بها وماي. داخل المعمل؟ اي بداخل المعمل، هو الملاش مسوي لنا بيوت، مطي لنا بيوت وكهرباء وماي. هو بالمعمل مسوي لنا بيوت، نجي نقعد بيهن احنا. نقعد بيهن. زين اطفالكم اكو عندك اطفال بقوم الديوانيه؟ ايوه. اي لا زوجي هنا، بس ابني واحد بالمدرسه غاد. بغاد؟ اي والله عايش بغاد. والله ايش اقول لك، عود نودي له مصرف، يقول لك بالمدرسه لا عود ويا عمام، عد عمامه هو يدرس، عود نودي له مصرف هو غادي. زين انتم تروحون لبيتكم غادي؟ اي مثل من نقعد من يصير مثل جمعه وخميس مثل هذه نمشي نطرش طرشات، نمشي يوم يومين نرجع. اي شلون شفتوا واصل طبيعه المعمل؟ والله المعمل زين، ما اقول لك مثل زين المعمل. اكو تعب عليكم؟ اي اكو تعب، كان من 12 من الليل تطلع، من 12 بالليل لتسعة الصبح، انت على جره واحده، وهاي هاي الشباب تدق امك، هاي البنات تدق امك ب 12 من الليل. شلون ماكو تعب؟ هم مشاكل واجهتك بالعمل؟ لا لا ماكو مشاكل، ماكو مشاكل لا ماكو. بس تعب. بس تعب؟ اي تعب وسهر وضيم وكل ابي. الايام شلونها بالعمل؟ اكو ما عاد تصير مصادفات ويا العمال؟ ماكو عمل هم. اي مثل ماكو عمل هم انت وهو بالعمل يدور عمل، مثل يجيب عمل يجيب يدور عمل، يصير نقص نشيله احنا نطب احنا نشتغل به.
زين اذا سامح الله تمرضت زين اكو اجور لو؟ اي لا اجور اكو اجور ليش ماكو؟ يعني اذا تمرضت اكو إيه؟ اجور لو فقط بس الاذى؟ لا بس اللي يشتغل بس اللي يشتغل بس اللي يشتغل ما عندنا مثل لك بس ابو المعمل زين قايم ويانا بواجبه زين. قبل ما تعملين معامل الطابخ وين كان عندك عمل قبل سنتين؟ هو من احنا نشتغل من بعدنا اول مره نشتغل هيك ونرد بالصيف بالشتاء دور دي نشتغل بالمعامل ظلنا هنا الشتاء صيف نشتغل بالمعامل يعني انت اي قبل عنده ابونا سياره يشتغل بيها وقفت السياره. شو السبب اللي خلاك تتجهون للعمل بالمعامل مال الطابخ؟ ماكو ما عندنا ما عندنا كل شيء ما عندنا ما تحسون انت متعبة وقهار وسهر بس احنا شو نسوي؟ ما نقدر ما عندنا ما عندنا امكانيه شو شو نسوي السياره ما تجيب لنا سياره شغل. هل تعتقدين ان المراه العراقيه تواجه الصعوبات والمشاكل الى هي تواجه لا تعب ما عندها منين تجي تشتغل ويجي جهالها يظلون بيتها تريد تكمله تريد تبني تريد تسوي منين يجي. زين الى متى تبقى النساء العراقيه تواجه؟ والله شو اقول لك هي وجهودها تجاهد هي تشتغل تجيب ما هم اثنين عدا انا ما عدا اقول لك عائله مثلا اقول لك بس البنات البنات مشغلتها بطلتها على المدرسه وشغلتها بطلتها والله اللي بالرابع واللي بالخامس وهذا ابن الكبير بطلته من المدرسه وجبته للشغل. زين هسه انا كون وياك بالعمل سويا اي يجني شرحت ليش مني رجع من البيت تعابيد اي اي يما تعبنا يما بعد ما نقدر يما انت ليش بطلتينا المدرسه قايل يما ما عدي منين اجيب الكنين انت الباس تدن الملابس تردن هدوم تردن حوايج منين اجيب انا ايش عندي وجبه للكن انا ايش عندي انا ما عدي. هم عندهم امنيات يسولفن الا المدرسه امنيات اي اي اي, اي, اي والله عندهم. شنو طموحاتهم؟ طموحاتهم نرد للمدرسة يدنا طلعن ويطاهن يدنا طلعن هتي ماكو منين يطلعن منين يجيبن يدنا صرفن منين يجيبن صرفن غير يدنا صرفن هسا يدنا يمشن هسا يمشن للولاية يدنا ملأ فلوس منين اجي هني مجبل شن لا تقعد بالبيت منين اجبل شن. زين فصل الصيف شلون العمل هنا؟ والله هم اقول لك نفس الحالة كون جو حار عندنا اي اي شاش تسوي؟ يطلعن بالشغل يشتغلون والله بالحر وبالشتاء وبالشتاء نفس الشيء يا يعني مطر لا ما مطر هم نطلع شويه نشوف الدنيا وهاي نطلع نشتغل شغلنا. زين يا ساعه ترجعون بي للبيت بعد وقت استراحتك؟ وعده ورا شغلنا ورا اللي ننام نكمل شغلنا كمل علينا محدود هكذا نشغله نكمله ونطلع ونمشي لهنا. زين بيناتكم بالليل هم تصير زيارات او لا وين نطلع بالليل؟ والله بسبعه من الليل تنام الواد وين تطلع بالليل الواد؟ لا تطلع لازم تمشي لا هجي لا منين تمشي؟ هي النهار كله تشتغل. بس ساعة ترجعون للعمل؟ ساعة هسه جاي شو بعد ساعة يرجعون لل يمشون لهنا. ساعة تطلعون للعمل؟ والله العمل معاودة أخرى. لا ب 11 تطلع الوادي. بالليل؟ إي والله. تطلع ب 11 من الليل تطلع الوادي. تطلع تقوم للشغل تظل للتسعة. للثمانية للتسعة حلت. هم دور اللي غسل وينام واللي دور هم قامت الدود. ثاني هم نفس الشيء. نفس الشيء. زين البيوت هاي الموجوده إيه؟ تقيكم من الحار؟ اي اي لا 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 زين نشغل بها مبردات نشغل بها لا زينه ما تخر لا تخر ولا هاي وبالمعمل مسويها وبالعمل مسويها.
أنا اسمي زينب، جايين نشتغل من محافظة الديوانية لهنا على مود الشغل، يعني محتاجين وهاي نجي نشتغل هنا، ما عندنا يعني لا رواتب لا شيء، محتاجين نجي نشتغل هنا، هنا بيوت نشتغل ونرجع لها. زين وش قد عمرك؟ عمري 20. صار لكم كم سنة جيت هنا راسك؟ أو شنو اللي خلاكم تجون من الديوانية المحافظة؟ محتاجين وجينا نشتغل، يعني مو هالمعقول ما ادري انا اشتغل على المصرف هاي مالح. وين تسكنون حاليا؟ اكو بيوت هنا نشتغل ونرجع لها. زين ساعات العمل ايش قد هنا؟ هو احنا يعني نطلع الساعة بيد وحدة، نحل الساعة بالتسعة الصبح، والاجرة يعني 15 يومية. زين شلون تشوفون العمل هنا بمعامل الطابق؟ مو تعب عليهم؟ لا طبعا نتعب وهاي والله وضع، يعني بس احنا شو نسوي يعني، هل معقول نمد ايدينا نجي نشتغل على مود يعني باب رزقنا. زين بالديوانيه ما تلاقت فرص عمل لكم؟ ما اكو يعني، بس شنو ايش تشتغل على مود احنا نساعد، احنا النسوان ساعتها مو معمل الطابوق هيك، صارنا 4 سنين نشتغل هنا، عندي خوات يشتغلون، اخوان اختي هسه اصغر يعني اصغر وحده تشتغل، يعني بتشوفها ما تقول تشتغل هيك بهالبرد هسه، ونشتغل بس شو نسوي هي ها. زين الى متى تظل المراه العراقيه يعني تواجه هاي المصاعب والتعب؟ والله ما شنو السبب؟ سبب ماكو يعني هيشه ماكو، هنش دوله ماكو. زين انت يا سنه تركت الدراسه؟ انا ما ادرس بعد صغيرة، أنا جابوني للمعامل ماكو دراسة، يعني وين ماكو شيء يكلف الدراسة، ما عنده أبوي محتاج ما. هم أكو أمنية بحياتك؟ طبعا أي واحد عنده أمنية، وأنا أمنيتي الوحيدة أصير بالمدرسة وما عنده أبوي، هي هاي أمنيتي وما عنده أبوي، منين تجيب؟ محتاج أبوي. السنة أمنيتك ما تحققت؟ طبعا ما تحققت أمنيتي، أمنية الدراسة ما تحققت، لا كرواتب لا شيء ماكو، يعني دولة ماكو. أنا جيت من الدونة ويا أهلي، هو الشغل ماكو لا راتب لا شيء، نشتغل بالحار وبالبرد هاي الشغل.
ايش قد عمرك؟ 20. 20 يا سنة تركت الدراسة؟ ما درست دوم. ما درست؟ ايه. كان طموح فد عندك او؟ اي والله طموح الدراسة، ما درست من وراء الظروف تعبانة. شو السبب اللي خلاك من درسين او تجين لجنة؟ ما عدنا، حالتنا تعبانة. محافظة الديوانية ماكو فرص عمل؟ لا ماكو. زين من وياك هنا بالعمل؟ اهلي كلهم. هو اللي دور 15 ما تكفي، واذا صبحت مريضة يقطعونها، اذا ما تردني يقطعون يومين هاي. وهنا نسكن يم المعمل من هذا البيوت. ايه. زين هل عندك هنا تصير مشاكل بالمعمل؟ تواجهين صعوبات؟ اي والله. العملات العمال؟ لا هنا قريب احنا ما نواجه صعوبات. بس شغل تعب. نقوم من الوحدة للتسعة يلا نحل. صار لكم كم سنة؟ صار لنا 5 سنوات بالمعامل. اي اقول لهم انا لو درست شو اشتغلت؟ والله شو ما عاد ايش اسوي؟ صبح تعبان نقوم قوة علينا هي هاي. يوم 15 شيء تكفوا لها. زين لماذا تبقى المرأة العراقية متعبة إلى غاية الآن في العراق؟ ها؟ إلى متى تبقى المرأة العراقية متعبة؟ لما تخلص حياتها فردو. ما كفت فرص أخرى وظائف حقق حالكم الدولة كحكومة محلية ومركزية أحسن ما بالشغل هاي هنا؟ ماكو. أنا حوراء عمري 15 سنة. والله نتعب وحارة وعطش وتعب موت. الشغل صعبة كلش عيشتنا، حكومة ماكو. زين وبش أيام البرد والمطر؟ هو أيام مطر وبرد وهاي عيشتنا، بعد شو نسوي؟ زين أيام المطر هم نطلع للشغل؟ إي نطلع والله. زين نعم تعرفت على صديقات؟ إي صديقاتي هنا بنات خالي واخواني متعودين هنا على الشغل. ما تصير مشاكل بيناتكم هنا؟ مرات تصير مشاكل بس نرجع مثل قبل. تحسين بالتعب مرات من ترجعين لها؟ اي طبعا نتعب. شوفينا هذا العمل متعب عليك وانت بعد تشبخته بس العمر؟ اي متعب كلش. ما تقولين لاهلك ليش انا بطلت او ليش تركت الدراسة؟ لا ما قلتهم لان هم ظروفهم صعبه، ما اقدر انهمهم على هذا الشيء لان هم ما عندهم مو بيتهم يعني. كانت عندك امنيه؟ ايه انه ادرس واتخرج. بس ما تقولي لها ليش كانت امنيتها ادرس؟ ها؟ ما تقولي لها انا كانت امنيتها ارد ادرس؟ ايه اقول لهم دائما اقول لهم انا ارد ادرس، بس يقولون ما عندنا يعني ظروفنا صعبه ما نقدر ندرس. كل احنا هيك مو بس انا يعني. بس ولا واحد من عندنا يدرس لان ابوي ظروفه صعبه ما عنده. زين صاحب المعمل شلون نشوف فيه وياكم هنا؟ لا زين صاحب المعمل زين ويانا. هم يتعب الرجال. انا اتمنى انه نعوف المعامل نستقر هناك محافظتنا. احسن من هذا الشغل. اي احسن من هذا الشغل لان هذا الشغل متعب هو. خلاص
والله صار لنا 8 أشهر نشتغل هنا بالمعامل، نزلنا في المعمل حد 4 فروخ وبس، أنا ورجل اثنين نتعاون، أنا أضل بالليل يوم الفروخ وهو يطلع، والصبح اللي أجيت وعاون به يطلع من 12 بالليل يوم انت 15 هل 9 أو 8 يلا حلو، كل شيء ما كل عدنا سيارة لا قاع لا راتب لا كل شيء ما ومنظمين يعني نشتغل بالمعامل. شو السبب اللي خلاكم تختصون بس بمعامل طابة وتشتغلون؟ هذا العمل متعب بالنسبة للنساء. اي صحيح متعب بس كل شيء ما وين نروح؟ ماكو لا راتب قلت لك لا قاع لا كل شيء ما منظم جانا المعامل. سلام. زين اطفالك ايش قد اعمارهم تقريبا؟ والله ما اذكر 5 سنوات 7 سنوات حد فراخ صغيرون عمره 4 أشهر. ما عندك في المدرسة؟ لا والله ما عندي، ما خليتهم بالمدرسة. زين سكنتكم وين حالي؟ بالكوت من مرو. عملك شنو يختص هنا بالمعمل؟ شلون عن؟ ذكري لي مثلا سبيل الفصل الشتاء شنو عملك يختص؟ هو هذا شنو عملك؟ هو هذا شغله بالشتاء على الرباط وبالصيف التبيل بالطابور. زين ايش قد باليوم تقريب تشتغلون هنا؟ كل يوم 10 قصات يعني يوميتك 15. زين الاجور تستلمونها يوميه او اسبوعيه؟ لا اسبوعيه كل خميس يستلمونها. شفتنها كافيه لكم كمصدر؟ والله عشان نسوي كافيه مو كافيه شو نسويها هي بعد؟ والمعدة وين يروح؟ زين هم طالبين بفرص عمل او تحسين وضع المعيشة؟ طالب هذا الوضع وهذا العمل المتعب؟ ماكو غير شيء، وين تروح؟ نروح نرجع المعنى. سلامتك. زين جاي نشوف احنا هنا اطفال وبنات صغار يشتغلن؟ هي يشتغلن الصبح طلع. زين الى متى تبقى المرأة العراقية تواجه هذه التعب؟ والمعاناة. لمن الله يشوفها، شو تسوي العام؟ تشتغل العام، لمن الله يشوف. شاكو واحد يجي لها الضيم، هو عده ويجي لها الضيم، ما يجي. بس من الضيم. واحد ما عده وين يروح؟ زين هنا ما تصير مشاكل بالمعمل، صعوبات تواجهين بالعمل؟ لا ما تصير مشاكل، علينا. كل من يعرف شغله. تتمنين يتحسن الوضع المعيشي وال شلون ما نتمنى؟ نتمنى بس ماكو ما صح. احسن من هذا الوضع اللي جاي؟ اي والله بس ما صح. زين زوجك هم عنده عمل هنا بالمعمل ولا خارج المعمل؟ لا هو نشتغل انا هنا بالمعمل. زين بالنسبه لاطفالك اذا كبروا وراح تخليهم بالمدارس لو هم يجون هنا يشتغلون؟ والله اذا عدي وتوضعت امكانيتي على قولتك اخليهم بالمدارس، اذا ما عاد اخليهم هنا بالضبط. عشان اسوي
كلش وجعنا من حيل. غير لابسة جفوف؟ كثير لو لابسة جفوف يغلي وجعنا بالزايد. وجعنا حيل. انت صارت؟ رجعت هانا؟